جود مورنينج كيجوان، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ احنا النهارده هناخدوا الحرف اللي احنا ذاكرناه مع بعض قبل كده، حرف الايه اللي قدامنا ده. مين الشاطرين اللي هيفتكروا يقولوا لي الحرف اللي احنا شايفينه قدامنا ده حرف الايه؟ برافو عليكم، واو. يلا كلنا نقول مع بعض علشان نعرفه كويس ونفتكره هو واصحابه. واو 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 واو. يبقى الحرف ده حرف الايه؟ يلا تاني نقول اسمه. واو 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 واو. برافو عليكم يا كيجوان، شاطرين. طيب عايزين نفتكر اصحاب حرف الواو. واو واو. اول صورة عندي صورة ايه دي؟ واو واو ولد. واو واو ولد. واو واو وشاح. واو واو وشاح. واو واو ورود. واو واو ورود. واو واو ورود. واو واو ورقة. واو واو ورقة. واو واو وسادة. واو واو وسادة. واو واو وات وات. واو واو وات وات. واو واو وقود. واو واو وقود. واو واو وقود. واو واو وسام. واو واو وسام. واو واو وسام. اهو الوسام ده يا كيجوان لما بيكون حد متفوق وشاطر في حاجة بنديله الوسام دوت علشان هو متفوق. واو واو وسام. واو واو وجوه. واو واو وجوه. وجه 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 وجوه. وجه 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 وجوه. وجوه يعني وشوش كتيرة يا كيجوان. الوجه اللي هو الوش. وجه 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 وجوه. وجوه كتير. واو واو وجوه. واو واو وجوه. واو واو. الحرف الواو بقى لما بيجوا في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة زي كلمة إيه؟ قهوة. واو واو قهوة. واو واو قهوة. واو واو حوض. واو واو حوض. الواو هنا جت في وسط الكلمة في كلمة حوض وكلمة قهوة. واو واو حوض. واو واو حوض. واو واو مانجو. واو واو مانجو. الواو جت هنا في آخر الكلمة. واو واو مانجو. برافو عليكم يا كيجوان، شاطرين جدا. طيب دلوقتي أصحابي احنا عايزين نفتكر حرف الواو بنكتبه ازاي. نفتكر طريقة كتابة حرف الواو وعايزين نعرف حركاته وأصواته. يلا بينا مع بعض يا كيجوان نفتكر حرف الواو كنا بنكتبه ازاي. يلا بينا. حرف الواو يا كيجوان احنا اتفقنا بنكتبه ازاي. نقف على اللاين نعمل شرطة صغيرة، ماشي على اللاين شوية صغيرين، وبعدين هنلف سيركل لفوق وازحلقه ازحلقه وازحلق ايده اشدها لتحت زي حرف الراء. تاني حرف الواو يا كيجوان، بقف على اللاين امشي شويه صغيرين خالص، شرطه صغيره خالص، وهلفه لفوق سيركل كده لفوق صغيره، وهشد ايده تتزحلق تنزل كده يا كيجوان زي حرف الراء. تاني حرف الواو. حرف الواو بقف على اللاين، يمشي على اللاين شويه صغيرين. ثواني يا كيجوان. تاني حرف الواو، بنمشي على اللاين شوية صغيرين، هلف وحعمل سيركل لفوق صغيرة وشد ايده ازحلقها لتحت زي حرف الراء. بلفه لفة واحدة وبزحلقه على طول يا كيجوان ما بقفش. تاني حرف الواو، بنمشي على اللاين شوية صغيرين، هلفه سيركل لفوق وبعدين هشد ايده ازحلقها لتحت زي حرف الراء. حرف الايه ده؟ واو. تاني يا كيجوان، واو. طيب يا كيجوان لو احنا حطينا لحرف الواو
الفتحة، هيبقى صوته ايه؟ صوت الواو واو فتحة. يلا مع بعض ننطقها، واو فتحة، و و و و و و واو فتحة و واو فتحة و واو فتحة و. برافو عليكم. و و و و و و واو فتحة و واو فتحة و. برافو يا كيجوان. طيب لو حطينا للواو الكسرة هيبقى صوتها ايه؟ نتك شوية، مش هنتك حركة طويلة، هنتك حركة قصيرة صغيرة. وي و و وي و و وي واو كسرة وي واو كسرة وي واو كسرة وي و و وي و و وي. برافو، شاطرين جدا يا كيجوان. طيب حرف الواو يا حبايبي لو حطينا له الضمة فوق رأسه هيبقى الصوت بتاعه ايه؟ برضو هنضم بقنا حركة قصيرة مش حركة طويلة علشان ما يبقاش مد. يلا ننطق كده مع بعض، نضم بقنا حركة قصيرة، هتبقى وو وو و و وو. انا بنطق حتة من اسم الحرف وبعد كده بعمل الحركة بتاعته. هو اسمه واو فهنطق حتة من اسمه و و وضم بقي وو. لو فتحة و و و وافتح بقي، لو كسرة و و وي واتكة. اتفقنا يا كيجوان؟ يلا يبقى واو ضمة وو و و وو و و وو. واو ضمة وو واو ضمة وو. برافو عليكم، شاطرين يا حبايبي كلكم. طيب حرف الواو لما بيجي عليه سكون هيبقى صوته ايه؟ سكون بتخليني اقف عند الحرف. يلا هنقف على صوت الواو، مش هنتحرك، بقي مش هيفتح ولا هيتك ولا هيضم. يبقى واو سكون. برافو. و و واو سكون و واو سكون و واو سكون و واو سكون و. ممتازين يا كيجوان. يلا نتعرف على أصحاب كل صوت من الأصوات اللي قدامنا ديت. عايزين نعرف أصحاب واو فتحة. واو فتحة إحنا قلنا صوتها و واو فتحة و واو فتحة و و و ولد و و ولد واو فتحة و ولد واو فتحة و ولد. عايزة أصحابي يقولوا معايا، يلا شاطرين. واو فتحة و ولد واو فتحة و ولد و و ولد و و ولد واو فتحة و ولد واو فتحة و ولد. شاطرين يا كيجوان. واو فتحة ايه كمان؟ واو فتحة و ورق واو فتحة و ورق و و ورق و و ورق واو فتحة و ورق واو فتحة و ورق. شاطرين يا كيجوان. واو فتحة و وقود و و وقود. الوقود ده البنزين اللي بنحطه في العربية يا كيجوان عشان العربية تمشي. واو فتحة و وقود واو فتحة و وقود و و وقود و و وقود و و وقود واو فتحة و وات وات و و وات وات و و وات وات. محدش يقول ويت وات ولا ووت وات، هو بالفتح يا كيجوان. و و وات وات و و وات وات. يبقى اسمه ايه يا حبايبي؟ برافو، وات وات. واو فتحة و وات وات واو فتحة و وات وات. تاني يا كيجوان. واو فتحة و ولد واو فتحة و ولد
واو فتحة واو ورق، واو فتحة واو ورق، واو فتحة واو وكوت، واو فتحة واو وكوت، واو فتحة واو وكوت، واو فتحة واو وطوط، واو فتحة واو وطوط. ممتازين يا كجوان، شاطرين جدا. طيب دلوقتي عايزين نتعرف على أصحاب الواو كسرة. احنا قلنا ايه هو صوت الواو كسرة؟ واو كسرة وي، واو كسرة وي، واو كسرة وي وي وشاح، وي وي وشاح. الوشاح ده يا كجوان زي السكارف اللي احنا بنلبسه كده على رقبتنا لما نكون سقعانين. وي وي وشاح، واو كسرة وي وشاح، واو كسرة وي وشاح، واو كسرة وي وشاح. برافو يا كجوان. واو كسرة وي وسادة، واو كسرة وي وسادة. ايه الوسادة دي؟ احنا قلنا الوسادة اللي هي المخدة اللي بننام عليها، بس احنا علشان كبرنا هنقول اسمها باللغة العربية. اسمها ايه باللغة العربية؟ وسادة. وي وي وسادة، وي وي وسادة. واو كسرة وي وشاح، واو كسرة وي وشاح، واو كسرة وي وسادة، واو كسرة وي وسادة. شاطرين يا كجوان، برافو عليكم. واو كسرة وي وسام، واو كسرة وي وسام، واو كسرة وي وسام. قلنا الوسام اللي هو بناخده لما بنكون متفوقين في لعبة، متفوقين في الدراسة، في مادة معينة، متفوقين في أي حاجة، فبناخد الوسام ده علشان إحنا متفوقين. وي وي وسام، وي وي وسام. شاطرين يا كجوان، برافو عليك. طيب الواو ضمة قلنا صوتها إيه؟ واو ضمة وو، واو ضمة وو. نتعرف على أصحاب الواو ضمة، مين هم؟ وو وو ورود، وو وو ورود، واو ضمة ورود، واو ضمة ورود. وردة 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 ورود، مش وردة واحدة يا كجوان، ده ورد كتير. وردة 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 ورود، وردة 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 ورود. واو ضمة وو ورود، واو ضمة وو ورود. شاطرين يا حبايبي. طيب واو ضمة ايه كمان؟ واو ضمة وو وجوه، واو ضمة وو وجوه، واو ضمة وو وجوه. وجه 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 وجوه، وجه 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 وجوه، وجوه كتير. واو ضمة وو وجوه. شاطرين يا كجوان، برافو عليك. طيب واو سكون صوتها ايه زي ما قلنا؟ واو سكون و، واو سكون و، زي كلمة ايه واو سكون؟ واو سكون حو، حوض. واو سكون حو، حوض، حو، حوض. واو سكون حوض، واو سكون حوض، واو سكون حوض. وقلنا الواو في آخر الكلمة زي كلمة مانجو وكلمة قهوة. برافو عليكم يا كجوان. احنا تعرفنا دلوقتي على كتابة حرف الواو، وعرفنا الكلمات أصحابه وحركاته. يلا بينا نكتب كلمة بحرف الواو ونحاول نستهجاها ونكتبها مع بعض. يلا بينا مع بعض يا كجوان. أنا هكتب كلمة وعايزاكوا تستهجوها معايا، نستهجاها حرف حرف أنا وصحابي الشاطرين. يلا بينا يا كجوان.
حفل ايه اللي انا كتبته ده يا كيجوان؟ برافو، انا سامعه اصحابي الشاطرين بيقولولي واو فتحه. شاطرين يا كيجوان. طيب ايه هو صوت الواو فتحه؟ احنا بنكتب كلمه يبقى مش هنقول اسم الحرف، هنقول صوته على طول. هي واو عليها فتحه، صوتها ايه يا كيجوان؟ واو فتحه وا، يبقى انا هقول وا على طول. وا، يبقى اول حرف انا كتبته وا. وا وا لا لا لا، انا نطقت ايه؟ لا 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 لا، صوت اللام. لا لا، صوت اللام. طبعا حرف الواو يا كيجوان من الحروف اللي ما بتمسكش حد يجي بعديها، زي ما احنا عارفين في حروف ما بتمسكش اصحابها بعديها، اي حرف يجي بعديها مش بتمسكه، بتمسك اصحابها اللي قبليها بس، وما بتمسكش الحروف اصحابها اللي بيجوا وراها بعديها. احنا قلنا قبل كده زي حرف الايه، زي حرف الالف ما بيمسكش اصحاب اللي بيجوا بعديه، زي حرف الراء ما بيمسكش اصحابه اللي بعديه، زي حرف الدال اصحابه اللي بعديه مش بيمسكهم في ايده، بيمسك اللي قبليه بس، وحرف الزال وحرف الزي. كل دي حروف ما بتمسكش اصحابها بعديها، بتمسك اصحابها اللي قبليها بس، بتمسك في ايديها اصحابها اللي قبليها. اي حرف يجي بعديها ما بتكونش سايبه له ايديها يا كيجوان. حرف الواو ده اهو انا زحلقته، ايده نزلت تحت اللاين وما بيمسكش حد يجي وراه، زي الراء وزي الزي وزي الدال وزي الزال وزي الالف. انا كتبت حرف الواو فتحه و و و، يبقى انا كتبت الواو فتحه. و لا لا لا، صوت اللام. لا لا، فتحت بقي يبقى عليها فتحة. و لا د د د د د د، صوت حرف الايه ده يا كيجوان؟ د د، صوت الدال. د د، صوت الدال، يبقى هيمسك في ايد اللام حرف الدال يا كيجوان. حرف الدال بيلف اهو ويقعد على اللاين، ايده اللي فوق صغيرة وايده اللي تحت صغيرة. و لا د، و لا د، كتبنا كلمة ولد، كتبنا كلمة ايه؟ ولد. و لا د، و لا د، واو فتحة و ولد. تاني انا هكتب تاني كلمة ولد عشان صحابي الشاطرين يعرفوا يكتبوها لوحدهم في الورقة بتاعتهم أو في الفلاش كارد علشان يجيبوها يوروها لي بكرة، وأعرف إن هما شاطرين جدا. عايزاكم كلكم تكتبوا النهاردة كلمة ولد في ورقة ونرسم صورة ولد أو نعمل كارت صغير. و و و، يبقى صوت الواو، حرف الواو ماشي شوية على اللاين شوية صغيرين، وهلف سيركل لفوق وأزحلق إيده أشدها تحت اللاين. و و واو فتحة علشان فتحت بقي. و لا لا لا، صوت اللام، ايد اللام طويلة خالص فوق اللاين وايدها التانية جنبها عشان تمسك الحروف اللي وراها. و لا لا، لام فتحة علشان فتحنا بقنا. و لا د د د، صوت الدال، د د، يبقى حرف الدال هيمسك في ايد اللام وقعد على اللاين، وده آخر حرف. ولد، كتبنا كلمة إيه؟ ولد. شاطرين، برافو عليكم. طب أنا ممكن كمان أدخل كلمة ولد دي في جملة. إحنا أخدنا نعمل جملة، صح ولا لأ؟ أخدنا أنا أحب التمر، أنا أحب أمي. ممكن أكتب أقول إيه كمان؟ شاطرين، أنا سمع حد بيقول لي أهو، ممكن أكتب أنا ولد، أنا ولد. الولاد ممكن يعملوا الجملة دي، يلا نكتبها مع بعض. يلا بينا يا كيجوان نحاول نكتبها مع بعض، وعايزة أشوفها برضو كاتبينها إزاي. آ آ، يلا نستهجى كلمة أنا. آ، أدي الألف أهي، آ ألف عليها فتح. آ ن ن ن ن
ن نون فتحة. أنا فتحت بقي حركة طويلة كتير يبقى مد ألف. أنا أنا و و و و وفتحة. و لا 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 لام فتحة. و لا د د صوت الدال. أنا ولد أنا ولد. كتبنا جملة إيه كجوان؟ أنا ولد أنا ولد. شاطرين يا كجوان، أنتم ممتازين جدا، برافو عليكم. عايزاكم النهاردة بعد ما تسمعوا الفيديو تكتبوا في الورقة اللي احنا اتفقنا عليها، هتكتبوا كلمة ولد وهتكتبوا الجملة أنا ولد ونرسم صورة. اتفقنا يا كجوان؟ اتفقنا يا حبايبي. شكرا ليكم وأشوفكم بكرة إن شاء الله. باي باي.